بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، أحييكم أنا علاء أمين في كورس جديد. كورسنا يا شباب هيبقى Azure Data Protection. الحقيقة المصطلح ده هو عبارة عن موديول في كورس المايكروسوفت Azure Administrator AZ 104، يعني ده عبارة عن موديول في كورس كامل، ولكن احنا مش هناخده بشكل موديول لأنه احنا في تفاصيل كتير وفي تشعبات، وهو الحقيقة موضوع مهم جدا بيشترك فيه تقريبا كل اللي هيتعامل مع الكلاود كومبيوتنج عموما، سواء هتتعامل يعني بشكل فيرتشوال ماشين، سواء هتتعامل ستورج يعني فايل شير وبلوب وستورج عموما، او هتتعامل حتى كمانجمنت انت مطالب ان انت تاخد الداتا بروتكشن وتتعامل مع الباك اب، تتعامل مع البوليسي، مع الرولز، مع الاشياء دي. لذلك احنا طلعنا بكورس وان شاء الله هيكون كورس يعني فيه معلومات كتير، ونسال ربنا سبحانه وتعالى انه يكون من العلم النافع. طيب هناخد ايه في الكورس ده؟ احنا هناخد الكورس ده ان شاء الله يعني الهيدلاين ديت وان شاء الله اكتر منها، ولكن بشكل اساسي احنا هنتناول الفايل والفولدر باك اب والفي ام داتا بروتكشن، وهنتناول فيما يعني البيئه المختلطه او الهايبريد انفايرمنت باك اب، يعني فيما يتعلق بانه شغلي مقسوم بين الاون بريمس العاديه وبين الكلاود، وحابب انه اخذ السيرفيس اللي هي الكلاود باك اب او الكلاود داتا بروتكشن، بس يعني شغلي ماشي طبيعي جدا، ولكن الجزئيه ديت انا حابب اني اخذها من الكلاود. هناخد كمان الايجر باك اب سيرفر، وهناخد الداتا ريبليكيشن، هنتكلم عن انواع الريبليكيشن، وهنشتغل بايدينا عملي كتير ان شاء الله. طيب انا علشان اقول او علشان افهم موضوع الكورس بشكل عام، محتاج افهم يعني ايه الاجر باك اب سيرفيس اصلا، ايه هي. فلو رحنا هنا وسالنا السؤال ده، ايه هي اصلا الاجر باك اب؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاجر باك اب از سيرفيس يوزد تو باك اب اند ريستور الداتا ان مايكروسوفت كلاود، فيما يعني انه دي خدمه بتقدمها لي مايكروسوفت بتتيح ليا اني اخد باك اب وارستور كمان للداتا على بيئه الكلاود. فيما يعني برضو انه المصطلح ده بيطلق عليه او اصبح يسمى الباك اب از سيرفيس اللي هي الباس. وقد تتساءل يعني او حد منكم يتساءل، هو في خدمه اطلقت اسمها باس؟ هقول لك للحقيقه ايوه، ولكن ممكن تكون حضرتك مشغول ما خدتش بالك، او ما زلت بتسال نفسك هو الكلاود ده هينفعني في شغلي ولا لا. عموما احنا مصب كورسنا او تقريبا من 70-80% هيتناول السيرفيس اللي هي الاجر باك اب اللي احنا عرفناها دلوقتي. باقي الكورس هنخليه او هيتخلله عمليات تامين البيانات، عمليات الاساينمنت رول، البوليسي، كل ما يتعلق بالداتا بروتكشن. طيب ليه هستخدم الاجر باك اب؟ يعني انا عندي خيارات كتير، عندي سولوشن كتير، ليه بروح على الخيار A وبسيب الخيار C مثلا؟ او ليه رحت مع شركة ألف وتجاهلت شركة B؟ او يعني ليه طالع اخد السيرفيس ديت من مايكروسوفت تحديدا الاجر باك؟ هنا بيقول لي انه انا ليا بنفيت، انا ليا مميزات، عندي فيتشرز، فانا حابب اطلعك عليها علشان انت حضرتك تقرر هل تستاهل انه انت تطلع معايا ولا ممكن تبحث عن خيارات تانية. قال لي انا هخفف عليك الاوفلود اون بريمسز باك اب. حد ممكن يقول لي طب انا ما عنديش لود اصلا، انا ما يعني انا باخد الباك اب عندي على الاون بريمسز والحياه بالنسبه لي جميله، ما عنديش مشاكل. انا مش شايف دي بنفيت. لو انت مش شايف دي بنفيت، غيرك ممكن يشوفها بنفيت. ليه؟ لانه من شروط بيئه العمل الامنه ان هي لما تيجي تعمل باك اب بتعمله في مكان غير مكان العمل، يعني بتعمله في سايت تاني، في لوكيشن تاني او ريجون تانية خالص، تمام؟ فانت من المفضل ان انت او ريكومندد ان الريجون التانية دي تبقى كلاود، لانه في الكلاود انت يكاد يكون مفيش هيدك. حتى لو عملته في مكان تاني غير الداتا سنتر اللي انت شغال فيها او غير الامبرين بتاعتك، انت هتعمله مثلا في مكان قد يكون اقرب ليك او قد يكون
في نفس مقر عملك، يعني مثلا لو شركتك في الدور الثاني فانت الباك اب بتاعك في الدور الرابع مثلا. طيب المنشاه كلها لو تضررت بياناتك فين؟ كل سنه وانت طيب. فبالتالي انت لو مش شايف دي بنفيت، في غيرك فاهم هو بيعمل ايه وشايفها بنفيت، تمام كده؟ طيب في كمان السكيل ايزلي. يعني ايه سكيل اصلا؟ يعني ايه سكيل؟ يعني توسع. توسع ممكن يكون فعلا هو ده البنفيت. ليه؟ انا لو عندي 50 تيرا بيانات في شركتي هحتاج اني اروح لسولوشن باك اب او باك اب سولوشن، فهشوف الشركات استقريت على شركه مثلا مميزاتها كويسه سعرها معقول، فخدت منهم باك اب سولوشن بيتيح لي تخزين 50 تيرا بيانات اقل او اكثر بقى، يعني احنا بناخد اكزامبل كده بالرقم. خدت منه المنتج ده اشتغلت عليه واموري زي الفل ما عنديش اي مشكله خالص، ولكن اكتشفت انه بعد 6 شهور بعد سنه بعد 10 سنين شركتي بدات تتوسع، فبالتالي حجم البيانات عندي بدا يكبر، فانا هنا من المفترض اني هكبر كمان الباك اب سايز بتاعي، هكبر حجم البيانات اللي انا باخد لها باك اب او حجم المكان اللي بيتخزن عليه الداتا بتاعتي. انا عشان اعمل كده في الوضع العادي الديفولت بتاعي يعني بعمل ايه؟ اما اني بتواصل مع الشركه اللي زودتني بالسولوشن ده وبحتاج منها ان توسع لي الدنيا، او انا بنفسي بروح اجيب مساحات تانية احطها مثلا في الباك اب سيرفر اللي انا اعتمدته عندي، وده بياخد مني وقت وجهد، واحيانا بيبقى في نوع مثلا هارد داوت مش موجوده في السوق، سرعات معينه او مواصفات معينه، فبالتالي بطلبها طلبيه من بره، كتير مننا بيقع في المشاكل دي. في الكلاود الامر مختلف تماما، انت جاست ان انت بتطلب سكيل زياده او نقصان يا شباب، يعني احنا بنتكلم على انه حاولت تزيد السعه او حاولت كمان تقل السعه ديت، انت تقريبا بتعمل كده في اقل من منت، ما بياخدش منك اي وقت على الاطلاق، فانت هنا وفرت على نفسك هيدك كبير ووقت كمان كتير. طيب هنا بيقول لي ايه؟ انت لو جيت معايا في الاجر باك اب من ضمن البنفيت انه الداتا بتاعتك هتبقى سكيور. سكيور ليه؟ لانه انت طالما طلعت معايا هنتخيل برضو انه انا الاون بريمسس عندي قررت تطلع باك اب مع اجر، يعني ملفاتي بالاون بريمسس انا برميها على الداتا سنتر الخاصه بالاجر. العمليه دي بتتم في تانل نفق كده مؤمن تماما، الداتا بتروح متشفره، فبالتالي لو هنا في هجوم من نوع مثلا مان ان ذا ميدل اتاك وقدر يحصل على بياناتي ديت او قدر يخترق بياناتي، مش هيفهم منها حاجه، مش هيعرف يفكها لانه هي متشفره. اوكي، فده من نوع من انواع السكيورتي اللي يعني مطلب للشركات والمؤسسات دلوقتي. اوكي، هنا بيقول لي انا هديك سنترلايزد مونيتور اند مانجمنت. هو يعني هنا انه هتتحكم في مين اللي يقدر يوصل للبيانات ديت، مين اللي يقدر يمانج البيانات ديت، مين كمان يقدر يطلع على الريبورتات الخاصه بيه. هنشوف الكلام ده ان شاء الله عملي بشكل مفصل باستخدام البوليسي والرول والاشياء اللي تتيح لي عمليه تحكم مركزيه وعمليه مراقبه للبيانات دي. هنا بيقول لي الريتين شورت اند لونج تيرم داتا، يعني هوفر لك بيانات على المستوى القريب او على المستوى البعيد. ليه؟ واحنا بنناقش الكونفيجريشن الخاص بالاجر باك اب هنشوف ان هو بياخد لي سناب شوت وبيحتفظ بيها تقريبا اقل حاجه يوم، وممكن يمتد الحفاظ ده لخمس ايام بشكل يومي، يعني كل يوم ياخد سناب شوت تقعد عنده يوم او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه ماكسيمم، واليوم الثاني يعمل نفس الحاجه. اوكي، وكمان ده على مستوى الفي ام سناب شوت، هنشوف الكلام ده ان شاء الله عملي. على مستوى بقى الداتا كداتا، انت ممكن تحتفظ بالبيانات ديت لمده تقريبا 28 ساعه، يعني انت ممكن تعمل بوليسي كده اوتوماتيكلي تشتغل لمده 28 سنه. اوكي، وممكن تقول له انا هاخد باك اب عندك يومي او اسبوعي او شهري او حتى سنوي ويمتد
يمتد ل 99 سنة. الكلام ده إن شاء الله هنشوفه عامل. هنا في الجزء ده بيقول لي إنه هحقق لك المصطلح اللي هو الهاي افيلابل فيما يتعلق بالداتا. مصطلح الهاي افيلابيلتي يا شباب هو مصطلح مهم جدا وناقشناه في الجزء الاول من الكورس. ولكن هنا هو بيتكلم على مستوى الداتا مش على مستوى ال يعني ما بيتناقش مع الافيلابيلتي زون او الافيلابيلتي سيت على مستوى ابلكيشن او على مستوى مثلا سيرفيس. لا هو هنا بيتكلم على الداتا. ليه بقى؟ لان احنا هنشوف بعد كده انه الريبليكيت عمليه الريبليكيت ديت اللي ايجر بيعملها. طبعا في انواع كتير من الريبليكيت تناولناها في كورس الاستورج الجزء الثاني من كورس المايكروسوفت ايجر. تناولنا عمليه الريبليكيت وفرقنا تقريبا كان في 4 أو 5 انواع من الريبليكيت. هنا في الباك اب او في الداتا بروتكشن هو بيستخدم نوعين اثنين، اما لوكال او ديو، يعني اما ال ار اس او جي ار اس. ايه الفرق بينهم ومميزات كل واحد سريعا كده سريعا علشان المفروض ان ده اول فيديو تعريفي؟ يعني اللوكال بيبقى على مستوى الداتا سنتر اللي حضرتك حاطط فيها بياناتك. يعني خلينا نقول انه بياناتي انا رحت اوريدي مع ايجر كباك اب وعملت كرييت كده لباك اب اكاونت او فولت بيسميه، وحطه مثلا في الهند او في كندا مثلا. اوكي، فهو فعليا في داتا سنتر موجوده في كندا. لما يجي يسالني بقى الريبليكيت، الريبليكيت من اي نوع، هو بيخيرني بين خيارين، يا اما لوكال يا اما جيوغرافيكال. يعني اللوكال بيعمل ايه؟ اللوكال بيروح واخد 3 نسخ من البيانات. يعني لو السيرفر بتاعك او الفي ام بتاعتك او الابلكيشن بتاعك او الفايل بتاعك على راك موجود في راك رقم 10 في داتا سنتر رقم 1 في كندا، ورحت ريبليكيت لوكال، هياخد منك البيانات ديت من الراك رقم 10 بتاعك الاصلي، هيحطها في 3 راكات تانية. يعني هتبقى مثلا في 11 و12 و13. اوكي، ده اللوكال. خلاص كده شباب. طيب الجيو بقى، قال لي لا الجيو انا هاخدها منك من داتا سنتر رقم 1 هحطها لك في داتا سنتر رقم 2 و3 و4. يعني هتبقى على مستوى المنطقه كلها، على مستوى كندا كلها. ده مش بس كده، ده انا هتيح ليك بعد كده، الكلام ده هنناقشه عملي. اوكي، هتيح لك بعد كده لو خدت الجيو مني، هتيح لك ان انت لما تيجي تعمل ريستور تعمل في ريجون ثانيه بقى، تعمل في ريجون ثانيه. اوكي، هنشوف الكلام ده ان شاء الله عملي. ولكن مجمل الكلام احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الايجر داتا بروتكشن، هو ده عنوان الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا كان عباره عن موديول في كورس الايزد 104 هنناقشه وفق المنهج الجديد، ولكن بكورس كامل مش مجرد موديول، لان احنا هنتكلم عن تفاصيل كتير ان شاء الله، وهنشتغل شغل كتير، وهنتكلم انتيتيز. طيب عرفنا ايه في الكورس ده؟ عرفنا يعني ايه ايجر باك اب اصلا، هي السيرفيس ديت، والبينيفيت او الفيتشرز الخاصه بيها، وايه اللي هنناقشه ان شاء الله في خلال الكورس الجاي. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون بعنوان حقائق وتعريفات. هناخد فيه بعض التعريفات اللي بتستخدم في الداتا بروتكشن، وبعض الحقائق اللي لازم اني اعرفها قبل ما ادخل اقرر العمل على الخدمه ديت. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.